ازيكم يا شباب، معاكم كودي. النهارده هنلعب فورتنايت. طب ازاي يعني عايز ازاي؟ انا مال انا طيب ازاي يعني؟ ولو الفيديو ده جاب لايكات كتير هنزل لكم شرح ازاي تشغل فورتنايت لو جهازك ضعيف زي حالاتي كده. برافو يا باشا. بس قبل ما نبدا عايز اشكر الناس اللي بتعمل لايك قبل ما يتفرجوا على الفيديو، انا عارفهم. ابراهيم وبيومي وبلبل وباهر وبحر، والله دي حاجه يعني بتفرحني جدا. وكمان لما نزلت اخر فيديو ده عشان اشكركم فيه، نزلت بعديه فيديوهين والاتنين اتمسحوا في اول يوم ينزلوا فيه. لا اله الا الله. بس مش دي المشكله، الفكره اننا وصلنا 600 مشترك من غير اي حاجه، ودلوقتي داخلين في ال 650 وهنطلع على ال 700. فبجد والله شكرا على كل ده، وبالاخص الناس اللي بتعمل لايك قبل ما تبدا الفيديو. مش عارف والله يا اسطى، بس خد قلبي. وحاجه كمان، زي ما انتم شايفين صوتي انا تعبان وعندي برد ويعني متبهدل. يا راجل من غير حلفان ما باين على وشك. فاللايك الجميل بتاعك بقى والاشتراك عشان عايزين نوصل 1000 قبل ما السنه تخلص. وبس قبل ما نبدا صلي على النبي ويلا بينا. مسطر على عينين في قلبي بيته بسعادتك. زيكم مظبوط حاجه. خريطة جديدة بقى والكلام من ده. يا ابوح ساعتك مكلمني. انا بقى عايز اوريكو ملك فورتنايت العربي بقى. بص، ما امسك انا بس سلاح وواحده واحده كده تعدوا معايا الكلات. تمام. الله الله الله. ولا يا عم، طب صلي على النبي. ماشي طيب، سلاحه بس تعالى يابا، انت مت الله يرحمك. لا ده انا مش هسيبك يالا. ده انا بص ايوه، ايه ده؟ ولا تهرب مني يعني؟ ما انت خايف. اوبا، ايه بقى يعني؟ انا مش هسيبك يلا، انا مش هسيبك. بسرعة تغسل، يلا بسرعة بقى يا عم. الشارع فاضي يا جميل يا بيه، مطبط في الشارع هي. ولا في ولا مطب، انت بتكذب. اهو الشارع فاضي. ايوه 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 انت فين يا بس بص الحركة دي. اوف يا لهوي يا لهوي على الجمدان. A few moments later. لا استنى بس، صلي على النبي. بص 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 جامد ازاي يابا. لا اتحشرت ولا يا ده ابن حيطة يا. انا اتحشرت يا اسطى، والله العظيم اتحشرت. بس خد بالكوا برضه انا ايه، مش اي حاجه في فورت. اضرب اوعى. بس والله العظيم يا جدعان الجيم ده وين الجيم ده، مش هقول اكتر من كده. بس اتفرج بقى. تعالى ناخد العربيه التاكسي بتاعتنا. ولا يا ابن الكلب، العربيه يا نهار اسود. عربيتي العربيه. الله ينور يا استاذ دوما. بس انا بقى مش عايزها تصحى في الزحفه اللي هي زحفتها دي. تعبني بقى. المكنه.
It was at this moment that he knew. He fucked up. يا ابن يا عمر ماشي يعني بقى لا بقى بس بقى كان هيموت والله يعني لا والله لازم اللعبه ده انصره يا جدعان عشان هو بيلعب ببنت بص لا 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 الله انا كمان كنت بلعب ببنت تعالى يا لهوي جمدان عيب دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي جمدان وي وي طبيط ولا ايه احنا عايزين ده وده وده يلا هو فرح يرحم امك ايه ده ما بيضرب يا بدل يا لهوي يا دنيلة يا كريستال اوبا اوه لا لا ولا خذ هنا انا دي جامدة والله جامدة ايه ده قول يا جدع انا اول مرة اطير لا 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 واتجري ازاي بقى انت هنا يعني ده انا مش هسيبك يا ده لا 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 صلى على النبي لا يا جدعان انتوا مفيش غيري ايوه بس هيجي هو يزنقني نفس الزنقه دلوقتي اه ايه ده لا والنبي تعالى يا لهوي الجيم ده وين يا جدعان الجيم ده وين اه يا ابن هو ازاي بيضرب لوحده يا جدعان دي تاني مره دي حاجات اسرار بقى تعالى لي الواد ده بيعرف يلعب ايه ابلع يا لهوي ايه شفت يلا البتاع
روح بقى يلا ودي يلا قدامك قد ايه لا احنا بننام بدري وابوي عنده شغل الصبح لا كده كتير يمكن عشان ال المجرد كده يا اخي وشي يا ابو البسكولة ايه ده يا لهوي ايه ده يا لو كان ضربت ايه ده ولا يا لهوي هيولعوا لي في المكنة الواد تحتي يا اصلا ازاي 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 انا ما لحقتش اشوف اصلا